السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناة بريكولينو. اليوم إن شاء الله في هذه الحلقة غادي نشوفوا الطريقة باش غادي نقوموا بالصيانة ديال هذا المصباح هذا ديال الليد بواحد الطريقة اللي هي بسيطة وسهلة. إذا نتابعوا جميع. إذا بعد ما غادي نقوموا بالتوصيل ديال المصباح كيف ما كنشوفوا فهو ما كيشتغلش. اذا باش نشوفوا واش التيار الكهربائي كيوصل لهاد المصابيح ديال الليد فحنا غادي نعبروا هاد جوج ديال الاسلاك. اذا كيف ما كنشوفوا فالتيار الكهربائي فهو كيوصل للمصابيح ديال الليد. اذا كيف ما كنلاحظوا فبالعين المجرده فكيبانوا لنا هاد اللون ديال هاد المصابيح ديال الليد تيبان على انه لون صافي. وكنشوفوا هاد المصباح هذا ديال الليد انه فيه واحد النقطه كيف ما كنشوفوا كحله. اذا ففي الاغلب هذا المصباح هذا هو اللي غادي يكون تالف. اذا غادي نشوفوا ان شاء الله نحاولوا ندير واحد الفحص بسيط لهاد المصابيح هادو ومن بعد غادي نقوموا بتغيير الليد اللي غادي نلقاوه تالف. باش نقوموا بفحص هاد المصابيح هادو نقدروا نستعملوا هاد الشاحن هذا ديال الهاتف ديال 5 فولت. فغادي نجربوه بهذا الشكل هذا. الا ما شعلش فغادي نحاولوا نقلبوا هاد الاقطاب هادو. اذا كيف ما كنشوفوا فهاد المصباح هذا فهو كيشتغل بشكل جيد. ندوز المي اذا كيف ما كنشوفوا هذاك المصباح اللي فيه النقطه السوداء او النقطه الكحله فهو اللي ما كيشتغلش كيف ما كنشوفوا. اذا في هذه الحاله هذه فاحنا غادي نحاولوا نقوموا بتغيير هذا المصباح هذا اللي ما كيشتغلش والطريقه فهي سهله. اذا غادي ناخذ واحد البريكه بهذا الشكل. غادي نشد هذه القطعه هذه لانها كتسخن فاحنا غنحاول نشدها بواحد القطعه ديال القماش بهذا الشكل وغادي نحاولوا اننا نسخنوا هذا المصباح هذا ونحيدوه. اذا كيف ما كنشوفوا ها حنا حيدنا الليد الاصلي وان شاء الله غادي نستبدلوه بواحد الليد اللي غادي يكون كيشتغل ان شاء الله بشكل جيد. اذا كيف ما كنشوفوا عندنا واحد المصباح تالف كذلك ففايت لي حيدت منه بعض الليدات كيف ما كنشوفوا. فغادي نحاولوا اننا ناخذ واحد الليد من هنا ونعوضوه بهذا الليد هذا اللي كاين في هاد المصباح اللي بغينا نقومو بالتصليح ديالو. اذا كيف ما كنشوفوا ها حنا حيدنا الليد اللي غادي نشتغلو به. اذا كيف ما قلنا فاحنا غادي نحترمو نفس الترتيب ديال هاد الليدات هادو لانهم مركبين على التوالي. اذا كيف ما قلنا هذه هي البلاصه اللي علمنا قبيله على انها القطب الموجب فاحنا كنجيبوه للقطب الموجب كذلك بهذا الشكل. اذا كيف ما كنشوفوا فهو كيشتغل بشكل جيد.
غنحاول اننا نحط هذه الورده هذه. اذا كيف ما نشوف المشهد المكان ديالها غنغلق هذه القطعه هذه بهذا الشكل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.